شفت عند الاورو هاد الكورميت، هاد كورميت ديال البنانه هادي، عاد جابتها لنا واحد الكليانه ديالنا كانت خداتها عندنا شي عام ولا عامين هادي، وبدلاتها دفعات هذا وخدات واحد البراسلي، وحنا شونج مرحبا بكم نشونج لكم اي حاجه خديتو على المجوز غاز، واخا ما ساكناش في المدينه صيفطاتها لنا وعاودنا صيفطنا لها البراسلي الحمد لله الثقه كاينه. هادي 2950 درهم، اللي بغا يتواصل معايا في نمره الواتساب اللي هي 06 21 24 02 46. البنات هادشي راه ما كيبقاش، الناس اللي كتجيب الروطار وكتجي تسولني هادشي راه ما كيبقاش، هادشي راه كيتخطفوا عليه الناس. عندي السلسله اللي غابره، السلسله اللي غابره حتى في الجديد، ها هي جبتها لكم في القديم، سلسله مفتوله الذهب الاحمر، ها هي اغلى سلسله المفتوله هي هادي، ما كاينش غلط من هاد السلسله المفتوله، ها هي هادي في المستعمل هكا. شوفوا الخدمه ديالها كيفاش كتكون، هي ها انتما سلسله مفتوله ما طويلاش خلاص قصيره، هادي في المستعمل ها هي، المهم مقطعه ما والو، فقط كانت ملبوسه وتعاود تبات. انا كنت قلت لك على 19 ما جاوبتيش، وقيله هادشي اختي فاطمه البنات غادي يجاوبوك ماشي حنايا، البنات جاوبوا الاخت فاطمه. هادي السلسله شفتوها مفتوله غزاله، هادي في المستعمل 530 درهم للغرام، سبعه فيها 7.62 ثقيله باش تعرفوها من الخدمه الاولى كاع، 7.62 فيها في الغرام، 7.62 مضروبه في 530 درهم للغرام كتقام ب 4030 درهم، 4030 درهم، 4030 درهم، خدمه غزاله مفتوله قديمه ب 10600 درهم للغرام. خويا زكريا نسيتيني في العقيق باسم ولدي كينان شادي، والله يا اختي الا كاين سمحي لي بزاف كنعتذر من ناس الصحراء، والله هذه فريمون كليانه زوينه ومرحبا بكاع الكليانات ديالنا، وكنا وعدناها بواحد الاسم والله وجدتو لك غير سوري، ما كنساليش الخدمه كتكون مزيره بزاف، الناس كتجي للمحل راه كتشوف كيفاش كيكون المحل، يعني كيكون عامر ما كيبقالكش الوقت فين تهز التليفون تجاوب الناس. ها هي اخت كينان، الكينان السميه ديال الولد ديالك راه صوبناها، ها هي بالعود والسميه ديال الدب، ها هي ان شاء الله تدوز الاخت تاخذها اختي، مرحبا بك وسمحي لي كنعتذر منك على الروطه. الناس اللي دافعين للكوموند ديال السميه راه قريب غيكون ان شاء الله. بغيت شي سرتلات دوره 18 من خويا زكريا، الحمد لله كتبان المصداقيه، الله يجازيك بخير، شكرا للاخت، شكرا للاخت، الحمد لله المعقول والتعامل طوب. البنات بغيتكم تخليوا لي كومونتير كيفاش جاكم التعامل ديال مجوهرات غزه، وكيفاش جاكم الدب ديالها بكل صراحه، كلكم تهبطوا حيت كاين ناس جداد اللي ما كيعرفوناش، بغينا لي كومونتير ديالكم باش يعرفوا كي دايره مجوهرات غزه التعامل ديالها، وكي دايره الاثمنه اللي كدير، وكيفاش وصلكم عافاكم البياسات اللي وصلكم. امي الغاليه اختي حكيمه لا كوموند ديالك غادي يكون ان شاء الله هذا الاسبوع، راني غنسافر غدا ان شاء الله نجيبو لك. البنات اي واحد اخذ شي حاجه تقول لهم كيفاش المعقول والتعامل طوب. خويا زكريا كاين شي خاتم ديال الاناناس الجديده اختي في القديم ما عنديش. البنات بغيتكم دابا تحبسوا منكم الكومونتير، تقول لي كومونتير كيفاش جاكم الدب ديال مجوهرات غزه، او الناس اللي ما عمرها خدات تقول لنا كيفاش جات التعامل ديال مجوهرات غزه بكل صراحه، وحنا كنتقبلوا جميع الكومونتيرات الزوينه والخايبه، والحمد لله كلشي اللي كومونتير تقريبا زوين، ما كتلقاش كومونتير خايب. خويا زكريا الله يحفظك، خاتم مارياج مرحبا، غير صبروا معايا غندوزو منكم اونسومبل جاكوار، فيه بروموسيون ب 3500 درهم، في 3500 درهم 70000 هذا جديد خلاص، انا تقديت من عنده كيتعامل مزيان، شكرا لك اختي بزاف، مجوهرات غزه الصح والمصداقيه والثمن المناسب والجوده في كل شيء، شكرا لك اختي، يلا كل شيء كل شيء، كلمه في حقنا، كلمه في حقنا في الكومنتير، تبارك الله طوب. هذا 3500 درهم اونسومبل جاكوار، فيه لي بوكل، فيه لاباك، فيه البوندونتيف 70000 ريال 350 اورو، احسن تعامل الصراحه، كل ثقه الحمد لله والشكر لله على باش تاخذ هذه النعمه، هذه خصك تدخل القلوب ديال الناس باش يهضروا باش يقولوا عليك هذه الكومونتير هكا. خويا زكريا المعقول والتعامل الطيب، عندك الحق، تعامل رائع وسلعه اروع، انا بغيت غير هذه الكومونتير زوينه نقراهم دابا، الصح والعمل بارخص الثمن، العنوان ديال مجوهرات غزه، اللي كلشي يلبس الذهب، اللي عنده يلبس واللي ما عندوش يلبس، ثمن الدرويش، حنا كنخدمو غير مع الدرويش، ها الرويال نعطيكم الثمن ديالو، غنعيط لكم الرويال نعطيكم الثمن ديالو شحال ديال الرويال الحقيقي، كيف كنقول لكم الناس اللي خداته راه غتقول لكم كيفاش وصلها، الرويال الحقيقي هذا ماشي الرويال اللي كيتفتات ولا اللي كتلبسو يتقطع، لا
القديم راني داوزت ومازال غندوز. الرويال هذا الوزن ديالو كامل فيه 52.8، فيه 52.8. كيتقام 32700، الرويال كامل كيتقام 3270 الاورو. الرويال كامل شوفوا تبارك الله الرويال كيدير، شوف غتقلب على الخدمه غتلقاه مسدود الفريم اللي هنا، ما كاينش الحل بزاف، غدوز ديال القفل شوفوا القفل كيفاش داير ديال الفري، يعني قفل ما شاء الله واش من قفل. هذا 32700 درهم، 32700 درهم. رويال دوريجين، رويال اللي ما كيتفرتش، اللي عنده رويال كيتفرتش له، هذا رويال دوريجين كنعطيوك لا غارونتي عليه، يعني كتاخذ الذهب بلا غارونتي ديالو باش كنعرفو، كنعطيوك الجوده العاليه واثمنه مناسبه. لاباك ديالو ها هو بقى فوق الميزان. شتو الرويال غزال، ها هو اللي بغى يتواصل معايا في الميعاد الواتساب 0921 24 0 42، اللي بغى غير اللي بوكل ممكن، بغى لاباك ممكن، اللي بغى الكورميد ليد ممكن، اللي بغى العرق ممكن، يعني اي حاجه بغيتيها ممكن عند مجوهرة غزة. ها هو هذا داز، قالت لي الاخت المارياج عندي المارياج واحد مستعمل، ها هو ب 510 درهم للغرام، مارياج في المستعمل ب 510 درهم للغرام. شوفوا مارياج غير السميه ديال المستعمل، اما هو ما مستعمل ما والو، شوف زعما مازال جديد، ها حجره ما طيحالوش، 510 درهم للغرام، القياس فيه 1.9 في القطر، بالمسطره 1.9، الجراماج فيه 5، هذا قديم 5.8 مضروبه في 510 درهم للغرام. قولوا لي واش مزيان كتسمعوا الذهب ب 510 درهم وبهذ الموديلات عند مجوهرة غزة؟ كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. 2950 درهم، 2950 درهم الثمن الجرام هو 10200 ريال الجرام، 510 درهم للغرام. شفتوه خاتم مستعمل، هذا داز، اعطيني الخاتم الاخر. هذا عندي هذا كذلك مستعمل، عندي كذلك هذا مستعمل، نشوف هذا واقيلا 750 كاع الخدمه ديالها. شوف حتى هذا مستعمل 530 درهم للغرام، 10600 درهم للغرام. الخاتم ما كتشريش بالغرام، هذه حاجه باينه، حنا غتشري عندنا بالغرام، وغنعطيوك التوصيل حتى لباب الدار بالمجان والهديه معاه بطبيعه الحال، وفاتوره الضمان ضروري، اي حاجه كتاخذها والا كتاخذ عليها توصيل بلا كاشي ديالها. 530 درهم للغرام، اللي بغا يصيفطوا لي في النمره الواتساب اللي هي 0921 24 02، القياس فيه 1.8. الناس اللي عاد تخرج جداد مرحبا بكم عند مجوهرات غزه، كتواجدوا في رقم واحد زنق سموسكو احدى في ازرون، كنبيعوا الذهب 18 الكاره اللي كيبيعوه كاع الذهبيه في المغرب، والتوصيل كاين حتى لباب الدار، خذ بهذا الثمن ويوصلك لكم حتى لباب الدار وخذ معاه الهديه. النمرة الهاتف ديما 06-21-24-02، ما كنقول لكم هذه البنات 06-35 حاولوا تتفاداوها، ديما هاد 06-21-24، حيت راه كاين ضغوطات الخدمة بزاف، راه بعض هذه راه هذه ما مجاوبينش 1000 واحد، عاد غنزيدوا النمرة الأخرى، وكنعتذروا يعني الخدمة كتكون مزيرة، المحل كيكون فيه الكليان الحمد لله كيزورونا من جميع أنحاء المدن المغربية، هو يعني القدر المستطاع على راسي وعيني، واللي اللي جا عندنا وما خداش وقته في المحل كنعتذروا منه، راه كيشوف الضغوطات في الخدمه، يعاود يرجع يجي للمحل مرحبا والف مرحبا، حنا المحل مفتوح للجميع زبناء مجوهرة غزة فيما كانوا في المغرب، سواء خداو سواء ما خداوش مرحبا بكم. فيه 4.85، هذا فيه 4.85. هاي بريزونتي لكم شي بواط، فيه 4.85، هذا 4.85 مضروبه في 530 درهم للغرام، كيتقام 2570 درهم 257 الاورو. شفتوه مخدوم بالحجيرات ومن هنا بالابيض، فن هذا، هذا قديم داز، غنعطيكم القديم الاخر. هذا فيه 4.6، 4 هذا الذهب المستعمل 4.6، هذا الموديل هذا معروف طوندونس فيه واحد الخدمه، شوفوا 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 شوف على الديزاين كيدير، يعني حجرات بحال محطوط حجرات ديال الدياموند، كل وحده محطوطه بالخريصات ديالها، فيها 4.6، نتاكد لكم 4.6 في الجرام، القطر 1.75، 1.7، 1.7، المهم نقول 1.7، 4.6 في الجرام مضروبه في 530 درهم للجرام، كيتقام ب 2400
و30 درهم 2430 درهم 243 الاورو. هذا راه ماشي حجيرات، هذا الخدمه ديالو هكا دايره. شوف هذا راه تقلب عليه في الجديد وما كتلقاش. 243 اورو هذا 2430 درهم حجيرات ما يطيحوا ما والو. شفتوه هذا تا هو داز في المستعمل عندي كذلك. هذا في المستعمل شوفوا على خويا تمات في المستعمل كي داير. اليوم جيت لكم لتحطيم اسعار الخياليه اليوم مع الدرويش. هذا فيه 4.5 4 الغرام ونص، كلشي كتاخذو بالغرام. 4 الغرام ونص مضروبه في 530 درهم للغرام كتاخذ ب 10600 درهم للغرام ثمن الذوبان، وغتوصلك الكوموند حتى للدار وتاخذ معايا الهديه. واش بغيتي اكثر من هادشي؟ مجرد تهضر مضروبه في 530 كيتقام ب 2385 درهم 2385 درهم. شفتو عاد تقريبا غادي في الديزاين ديال البنانه، ولكن شي حاجه صح فاش نهضر معاك كنهضر معاك. شوف 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 الغلط تبارك الله اللي غلط من جناب. حتى هذا داز في المستعمل عندي كذلك. هذا فيه 5.16 هذا القياس ديالو. بعدا اول حاجه هو 1.7 شفتو 1.7 الغراماج فيه 5.16. شوف خويا تمات كي دايرين. شوف خويا تمات الممتاز في مجوهرات غزه جابتو لكم ب 530 درهم للغرام مضروبه فيها 5.16 530 درهم للغرام كيتقام ب 2730 درهم 2730 درهم. هما اللي تقال هادو البنات راه هما تقال. اما الثمن هادو باش كيتباعوا راه هاد الثمن اللي كنقول لك غتزاد عليه 1000 درهم 900 درهم الا بغيتي تشريهم. هادو غتشريهم بالموديل. شوف 2730 درهم 273 الاورو. هذا حتى هو داز عندي. هذا فيه 3.4 هذا فيه 3.4 كيدير 1800 درهم. 3 8 الغرام هو 10600 درهم للغرام 530 درهم للغرام كيتقام ب 1800 درهم. اي حاجه بغيتو راه غندوزها لكم. واش دوزتي البلاصتين اللي قدام كلها مازال راه كاين شي تدويزه سريعه؟ لا اختي راني دوزتهم، الا بقى الوقت نعاود ندوزهم لك. عندي هذا ديال جاكوار او كينزو فيه 3.1 فيه 3.1 حتى هو في المستعمل 1640 درهم 164 الاورو. شفتو كله داب ما فيه لا حجره لا والو كيجي هاد الديزاين غزال 1640 درهم. كنظن عندي اخر واحد هو ديال الكلاش حتى هو في المستعمل 1000 فيه 3.73 3.73 مضروبة في 530 درهم كيتقام ب 1970 درهم 1970 درهم. الكلاش في الذهب المستعمل القياس ديالو هو 1.7. اليوم غيستافدوا بزاف اللي ديداتهم صغار 1970 درهم. ما تشوفش الثمن، شوف شحال حاسبين لك الغرام. هادشي هو ما تقال، هادشي هو ثقيل، يعني خدمة ثقيلة خدمة ممتازة. 1970 درهم 530 درهم للغرام 10600 درهم للغرام. غنحيد لكم هادو غندوز لكم عاوتاني اللي بوكل حتى هما مستعملين باش يبقى لنا الوقت ندوز لكم حويجات اخرين. عندي حلقة مستعملين هادو البنانة مربعين خدمة فيهم زوينة صحيحة مضوبلين من الداخل. البنات اسمحوا لي بزاف ما جاوبتكمش، غير خليو لي زيدوا خليو لي في الكومنتير انا معاكم. خلي لي المارياج مارياج خليه ليا راني دويت معاك عليه. اختي حسناء مرحبا. هادو حويلات حتى هما في المستعمل 10600 درهم للغرام تقالينا. هادو غير 10400 يلا 10400 حيت تقال 10400 درهم للغرام. شوفوا كي مضوبلين من الاخر كلهم ذهب 10400 درهم للغرام. انا نقول لكم الغرامات ديالهم بعدا. فيهم 3.8 مضروبه في 520 درهم للغرام كيتقابوا ب 1975 درهم 1975 درهم. حسبت لكم 10400 درهم للغرام 1975 درهم. هادو دازو. جيب لي عاوتاني ديال الطروات دي حتى هما في المستعمل. الطروات دي الاولى الطروات دي الثقيله فيهم جوج فاصله 95 جوج فاصله 95 ب 530 درهم للغرام. شوف الطروات دي بالذهب المستعمل، يعني هادو غنشدهم ونغسلهم ونعاود نبيعوكم في جديد، ولكن لا حنا ما كنغشوش. التجاره ديال الذهب خصها تكون المصداقيه
وتكون ديالك ديالك وديال الناس ديال الناس، يعني هادو قدام غنبيعوك بثمن القديم فيهم 2.95. الا ضربتيها في 10600 ريال الغرام اللي هي 530 درهم كيتقاموا ب 1560 درهم. هادشي كتشوفوا غير ميزات، هادشي راه ما كيكونش ديما وما غتلقاوش موجود. يعني راه بعض الناس راه كيجيك على شهر ويقول لك راه هادشي راه كيتباع في نهارو. يعني هادو ميزات جيتي معاهم صدفه، هي هذيك ما جيتيش ولقينا لك حاجه اخرى نعطيوك حاجه اخرى. 1560 درهم حتى هادو هما مقدام دازو. شنو اخر؟ شنو غنشوفكم؟ شنو اخر في الميزات غندوزكم؟ عندي لونسومبل 3 دي خرج جديد، ديما كتسولوني عليه باش ندير لكم شي ثمن ليه واعر. ها هو عندي اونسومبل واحد غندير لكم ثمن جد 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 مناسب. يلا صبروا معايا، بغيتوا اونسومبل 3 دي؟